ابلكيشن بيئة هو اول ابلكيشن في مصر نقدر نشتري بيه القمامة من البيوت بالوزن. بتنزله من على البلاي ستور، بتبتدي تسجل بياناتك، بتختار المواعيد المناسبة لك سواء فترة صباحية او فترة مسائية، الشركة بتتواصل معاك، بتبعت لك المندوب علشان يحصل منك قيمة الاشتراك 60 جنيه، وبتبعت لحضرتك 30 كيس للمواد العضوية و15 كيس للمواد الصلبة بالونتيني. يؤكد مؤسس التطبيق ان العملاء يمكنهم الحصول على عائد مادي في نهاية كل شهر مقابل توريد مخلفاتهم للشركة، ويمثل التطبيق حلقة وصل بين العملاء ومصانع إعادة التدوير، حيث يفرز العمال المخلفات بعد جمعها ثم تبيع الشركة المخلفات الصلبة والعضوية إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة منها بشكل أفضل. لقينا أن من أحد المشاكل اللي بتواجه الدولة مشكلة المخلفات اللي مالية الشوارع، فكرنا في طريقة أن احنا نخلي الناس تشارك معنا في حل المشكلة. احنا هدفنا من الابليكيشن حاجتين، الحاجة الاولانية ان العميل يعرف هو ليه كام فلوس، والحاجة التانية انه يعرف معدل استهلاكه قد ايه، عشان بعد كده هنحاول ان احنا نعمل مسابقات بين العملاء كل واحد يقلل استهلاكه، لان ده هدف عالمي. احنا عندنا فترتين للعمل، بنشتغل من الساعة 10 للساعة 4، وبعد كده بنشتغل من الساعة 5 للساعة 10 بالليل. بيروح المندوب في الميعاد اللي العميل طلبه، بياخد الاكياس قدامه، بيبقى معاه ميزان ديجيتال بيوزن الاكياس قدام العميل، وفي خلال 24 ساعه بتتم اضافه الاوزان دي على الابلكيشن. لو العميل فتح الابلكيشن بيلاقي الوزن نزل بالحساب بتاعه. ابلكيشن بيئة في الوقت الحالي بيغطي منطقة هضبة الأهرام اللي مساحتها تقريبا بتتراوح ما بين 15 كيلومتر مربع ل 20 كيلومتر مربع. في الوقت الحالي احنا بنتوسع زيادة عن ال 300 عميل، كل يوم عندنا مشتركين جداد. بنفكر الفترة اللي جاية ازاي احنا هنقدر نتوسع ونخرج من هضبة الأهرام، وده هيكون عن طريق ان احنا هندي وكالات تقدر تشتغل من تحت الابلكيشن بتاعنا بنفس الستاندرد اللي شغالة بيها بيئة في هضبة الأهرام. في خلال الشهر او الشهرين اللي جايين